أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام اليوم مباشر متقلبة الاتجاه إلى كوس الموجة الباردة انتهت وفرص لنشاط الرياح الجنوبية الشرقية خلال الأيام القادمة عبور السحب أيضا راح يستمر ويانا وفرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق متوقعة بإذن الله خلال الأيام القادمة الرياح خفيفة إلى معتدلة حتى نهاية اليوم من 6 إلى 26 كيلو في الساعة بإذن الله حتى يوم الغد راح تتراوح ما بين 6 إلى 26 كيلو في الساعه ودرجات الحراره باذن الله في اعتدال وارتفاع تدريجي راح تتراوح ما بين ال 20 الى ثلاثة 23 درجه مئويه في يوم الغد باذن الله وخلال الايام القادمه باذن الله راح تتراوح ما بين ال 22 الى ستة 26 درجه مئويه باذن الله اما البحر راح يكون خفيف الى معتدل الموج بوجه عام من واحد الى اربع قدم فاللي بينزل البحر باكر فالاجواء جدا مناسبه وايضا خلال الايام القادمه لكن عقب باكر باذن الله راح ينشط الهواء الجنوب الشرقي وايضا مع عبور السحب في فرص لامطار متفرقه قد تكون رعديه بين الحين والاخر على بعض المناطق وراح نوافيكم اكثر بهذه الفرص باذن الله خلال الايام القادمه البحر خفيف الى معتدل والفتره هذه من فترات الفساد ودرجات الحراره في طريقها الى الاعتدال اكثر خلال الايام القادمه اعزائي المشاهدين نشاطنا الجويه تنتهي ونعود باذن الله الى زملائنا في الاستديو